السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الآلام اللي الناس بتشتكي منها طول حياتهم هي آلام أسفل الظهر. 5% بس من الآلام ديت بيكون بسبب الانزلاق الغضروفي. في 40 ثانية هقول لك إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. العمود الفقري بتاعنا بيتكون من 33 فقرة، 7 عنقية، 12 صدرية، 5 قطنية، 5 عجزية، 4 عصعصية. ما بين كل فقرة والتانية في غضروف زي المخدة بالظبط. الغضروف ده بيكون فيه سائل. فايدة الغضروف انه بيمنع احتكاك العظم ببعضيه. فايدة الغضروف كمان انه بيسهل حركة العمود الفقري، يخليها سهلة ومرنة. لو زاد الضغط على العمود الفقري او على الفقرات، زي مثلا انت شلت حاجة تقيلة او جلست مدة طويلة بطريقة غلط او نمت بطريقة غلط او حصل حادثة او سقوط او اي اصابة، بيحصل ضغط على الفقرات فبتضغط على الغضروف. لما بيضغط على الغضروف جزء من الغضروف بيخرج للخلف زي الجزء اللي خارج الاحمر ده، فبيضغط على العصب اللي طالع من الحبل الشوكي اللي رايح للرجل اليمين او رايح للرجل الشمال، فيسبب المشاكل زي الالم والتنميل والخضر والتقل والكلام ده كله. دي ببساطه ازاي بيحصل الانزلاق الغضروفي والمشاكل اللي بتحصل نتيجه الانزلاق الغضروفي. بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك، ولو عجبك وافادك شيره لغيرك. المره الجايه ان شاء الله هقول لك ايه اكتر منطقتين بيحصل فيهم الانزلاق الغضروفي. لو عارف الاجابه اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو، والفيديو اللي جاي ان شاء الله هجاوب لك على السؤال ده، اكتر مكانين بيحصل فيهم الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري. بتمنى ليكم الصحه والعافيه. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحه العظام والعنايه بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.